السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أهلين يا خانو. أنا حرمت لأبو خالد. يا أهلين وسهلين. خير وينه؟ وينه؟ صار لي يومين عم أدور عليه ما عم لاقي. وينه؟ جوزي مسركن بالكركون. ليش شو عمل؟ يعني هو ضربك؟ أذاكي شي؟ لا يو، شو ضاربني؟ موقفينه بسبب الأملاك يلي شاريهم من حضرتك. يا لطيف، بس أنا بايعه نظامي، نظامي كتير ومعه أوراق بتثبت هذا الشيء. قصة طويلة عريضة سيد مهيوب. أصبح حكي لي إياها، حكي لي إياها من طقطق. للسلام عليكم. عمي هيك بتصرف، شاور على كل شيء. الله معك مع السلامة. يا أبي. شو يا أبي؟ أمي معها حق، مرت عمي عواطف، مزودتها كثير ها؟ والله بعرف، وأنت كمان لك أبي لازم تقدر حالتي. الديون صارت كبيرة علينا للتجار، بقى الله يرضى عليك، هالجوازة هي لازم تتم. ولازم نقنع مرت عمك تعطينا مصاري مشان نوقف على إجرينا. معك حق يا أبي، معك حق. بس كمان ما تتشرط على أمي وتتحكم فيها، إي ما ظابطة. لك شو تتحكم بأمك؟ والله لا طلع هالمصاري من عيون عاميص. لا يا أبي، أنت ريح حالك. متى ما صارت رائدة على زمتي إلي حتى ربي فيهم القرود السود ترباعي. لك إيه هيك بدي إياك. لك خليك معي، خلينا نحبك صح أنا وياك. أمرك يا أبي، أمرك. الله يرضى عليك.